خلينا دلوقتي نروح مع فقرتنا اللي بنتابعها كل يوم ونبدأ بيها يومنا. يا رب إن شاء الله رسائل إيجابية للجميع هنستناها طبعا مع خبيرة الأبراج سونيا الحبال. مشرفانا وصباح الخير عليكي، يومك سعيد يا أستاذة سونيا. صباح الورد والفل والإشراق على أجمل يوم سعيد. صباح الفل عليكي. نبدأ الأبراج ورسالة برج الحمل. رسالة برج الحمل، الحمل النهاردة بنقول له لا تحزن ولا تندم على خير فعلته فهم الخاسرون. واضح ان الحمل النهاردة بيندم على حاجة كويسة عملها في حد، واضح ان هو يعني اتخزل منه. بس احنا دايما بنقول ايه، احنا مش بنعمل الخير بنرميه البحر، لا احنا بنعمل الخير وننتظر الخير مقابل ممكن يكون من اشخاص تانية، مش لازم نفس الاشخاص. يعني كله عند ربنا يعني عموما. الحمد لله. اما برج الدور، مكاسب اليوم متعددة في الطريق إليك. وبرج الجوزاء، الجوزاء بقى توتر وقلق وانهيار أشخاص من نظرك. ده النهاردة اليوم صعب على برج الجوزاء بقى، يمكن عشان الجو برد شوية والله بس الجو برد بقاله كام يوم يا أستاذة سونيا يعني. يلا معلش بقى، بس حظهم النهارده يعني ياخدوا بالهم، ياخدوا حذرهم علشان الاشخاص الموترين دول بيكونوا شيء مش لطيف في الحياه. بالظبط. اما برج السرطان، قوه واسترجاع حقوق واستعاده مكانه. برج الاسد، الاسد استعد لمواجهات ومناقشات حاسمه اليوم. هو الاسد من غير حاجه بيواجه ويحسم، وهو اصلا شخصيته شخصيه حاسمه يعني، وسبحان الله رسائله كده برضو يعني، هو اساسا يعني بيحسم، وكمان الفلك كمان بيقول له استعد لده. فطبعا ده كده النهارده اللي بيتعامل مع اي حد برج الاسد ياخد باله قوي يتجنبه خالص. اما العذراء، يوم تشعر فيه بالراحه والترفيه والسعاده وتحقيق امنيات. يا استاذه سونيا انت كل يوم تقول لنا حظوظ الابراج، ما عرفناش برجك ايه؟ العذراء. ايه ده بالصدفه الحلوه، شايفيني متوقفه برج العذراء انا بشوف معاكم برج كل الحمد لله يعني راحه وترفيه وسعاده وتحقيق امنيات، يوم حلو ان شاء الله. يوم انا بتوصى بنفسي اكيد يعني. طب بتوصي بقى بابراجنا يعني، احنا جاي انا جاي في السكه بعد شويه. والله انا وانا بقول الحمل والعقرب يعني بقى كل يوم اقول استر يا رب يعني. لو سمحت يا استاذه سونيا خدي بالك، بحب ازعلكم يعني، ده الحمل حتى بنبدا بيه كل فقره بخصوص الابراج. بالظبط. بلاش انا يعني، انا مش بتكلم عن نفسي، بتكلم عشان الحمل يعني او البرج يعني. يعني انا مش انا مش يعني بيروقراطي خالص يعني، انا مش مستبد يعني. نكمل يا استاذه. الحمد لله وصلنا لبرج الميزان بقى، احترز خداع من مقربين وكن حذرا واحذر الثقه المطلقه. نتوصى بالعقرب بقى. العقرب ترفض عرض اليوم وتشعر بعدم التقدير. ميرسي كتير. ده اللي واخده بالك يا استاذه سونيا. ما صابتش المره دي. امال لو خدتي بالك بقى هتعملي ايه؟ خلاص متعوضه بكره، متعوضه بكره. متعوضه بكره. ما هو يوم ليك ويوم عليك بقى يعني، مش كل عشان بس يبقى لا يعني دايماً. انا شخص متفائل. هو برج العقرب من النوعيات المتفائله ولا من النوعيات الغير متفائله؟ من النوعيات العنيده. لا ميرسي كتير على الاجابه، اللي هو يعني البحر اطول ولا النخله؟ لا القلعه هناك يعني. اصل هو الميزه ان العقرب عنده جميل، لانه بيعند في النجاح. لا انا هنجح، لا انا هعمل ده يعني، العند عنده الاصرار سبب في قوته. فدي سوري، فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. بس لما بيكون برجين من نفس يعني عقرب وعقرب، بيبقى التعامل ما بينهم صعب سواء على مستوى الصداقة أو الزواج أو يعني العمل؟ بس هي الناس دايما فاهمة برج العقرب غلط يعني، دايما بيخافوا من برج العقرب. يقولك ده عقرب والله برج طيب وغلبانه وقاعد في مكانه. لا هو برج طيب جدا، هو برج ما تأذيهوش عشان انت ما تتأذيش يعني، هو كويس جدا طالما انت كويس معاه. هتبقى وحش هو هيبقى وحش معاك. طيب تمام. هي دي الحاجه اللي الناس مش فاهمها عن برج العقرب. هو مسالم جدا وطيب جدا وجدع جدا، بس لا ما بيسامحش في الاذيه، لا هاذيك زي ما هتاذيني. فتخيلي بقى لو عقرب ارتبط بعقرب، فهتبقى طب على يعني الزماله كده ما بين الحمل والعقرب،
تحديدا في سعيد يعني. برج العقرب في العمل من الابراج المتميزه جدا، بيطمن على نفسه بس يشوف يعني هل العقرب ممكن يضايقه في البرنامج ولا لا. ما تزعلوش، ما تزعلش برج العقرب، احنا اتفقنا. طب هي تعمل ايه مع الحمل؟ وصريحة. لا ما هو رساله العلا برضو، تعمل ايه مع الحمل؟ لا وبرج الحمل برج ناري برضو، لا ما هو برج عصبي ومندفع يعني، خلوا بالكم من بعض. ربنا يستر على البرنامج. برج القوس ستحصل على موافقة اليوم قد تفتح لك طريقا جديدا. وبرج الجدي، الجدي بقى تغلب عليك الحيرة والتردد بين أمرين، اختار أمرك بعناية. برج الدلو توصلنا بيه، عندنا دلو ياما هنا برضو. الدلو كتير عندك. طيب نهاية أمر سيء والخلاص من ضغوط أو مشكلة عالقة، اتوصيته. تمام. طب ده شيء جميل. مواصفات برج الدلو ايه؟ برج الدلو على فكرة من الأبراج الطيبة جدا جدا يعني، يعني حتى في شركاء الحياة دايما ما حد يقول لي برج الدلو أقول له ده برج الطيبين. بس هو في مشكلة إن هو اللي في قلبه على لسانه، فقد يتهم بعدم الدبلوماسية، بس هو واضح هو مش قاصد يقول اللي قدامه كلام يضايقه، هو بيقول كل اللي عنده، يعني بيقول لأي حد عيبه في وشه، هو مش شايف إن دي حاجة غلط، هو شايف إن هو بيقول الحقيقة، فأنتوا ليه بتحاسبوني على حقيقتي أو عشان أنا واضح؟ هي دي مشكلته. إنما هو من الأبراج الطيبة جدا، الأبراج الكريمة جدا. والعاطفية جدا كمان. الحوت بقى آخر الأبراج معانا. الحوت بقى. سيأتيك مال أكتر مما كنت تتوقع، وتشعر بانفراجة مالية كبيرة. اللي احنا عايزين الموضوع ده للأبراج كلها. والله هو انفراجة مالية لكل الأبراج. هو اللي يضحك في الموضوع إن أنا بقالي كذا يوم أقول إن برج الميزان عنده مال جاي. يعني زوجة كلمتني قالت لي هو جوزها برج الميزان، فبتقول لي فعلا جاي له مال كل يوم، فعلا هي عمالة تفتش وراه المال جاي لغاية فعلا ما المال جه. هي المهم إن هي من برج الحوت، فأكيد هي بتسمعنا دلوقتي. الحوت سيأتيك مال أكتر مما كنت تتوقع، هما الاتنين متابعين بعض. تمام. فالنهاردة المال مع برج الحوت مش برج الميزان. يعني كل الخير للجميع ان شاء الله، وبنتمنى لك كمان حضرتك كل السعادة والانبساط في يومك النهاردة. أستاذة سونيا الحبال خبيرة الأبراج.